صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. الله هنأ بالحسن طه نبي الرحمة، وقد اجتباه سيدا لشباب أهل الجنة، قد شع في بيت الهدى متلألئا للعترة، صلوا عليه وسلموا حيوا شفيع الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هدية إلى إمامنا وسيدنا كريم أهل البيت سبط رسول الله الأكبر الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، ارفعوا أصواتكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مقدمتان وفصل من الحديث حول هذه الآية المباركة. المقدمة الأولى في سلسلة العلل والمعلولات، هناك علل تعرف بالعلل الموجدة، وعلل من بعدها تأتي تعرف بالعلل المبقية. الله سبحانه وتعالى أعطاك الصحة والعافية، أوجد لك الصحة، أوجد لك جسدا سالما. طيب، هذا الجسد السالم يحتاج إلى شيء يبقي له الصحة، يقال العلل المبقية. شو تسوي حتى تبقى سالم؟ لأن كل إنسان لما يجي إلى الدنيا سالم، ولكن هناك علل وعوامل تأخذه إلى الأمراض، إلى التلوث. زين، شو تسوي حتى تبقى إنسان سالم؟ ينطوك سلسلة من المعلومات، تشرب الماء النقي مثلا، تأكل الطعام السالم،
تأخذ الهواء السالم وإلى أمثال ذلك. هاي يقولون العلل المبقية. هاي المقدمة الأولى حتى أوصل إلى رحاب الآية المباركة. المقدمة الثانية، الإنسان في هذه الدنيا له هم وفرح، كيف يفرح أو لا يفرح؟ ليش القرآن يقول فليفرحوا قليلا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا؟ ليش؟ يعني الإسلام دين البكاء؟ ليش الإسلام يأمرنا بالبكاء؟ يأمرنا الإسلام القرآن بألا نفرح في هذه الدنيا، ولا تفرحوا بما آتاكم. شنو الموضوع؟ الجواب إخواني، الإسلام دين يريد الفرح والراحة والمحبة والسلام لكل الناس، ولكن هناك الفرح شنو معناه؟ الفرحة أو الفرح ينقسم إلى قسمين، أكو أفراح مؤقتة وأكو أفراح دائمة. العقلاء دائما يطلبون الفرح الدائم، الفرح المؤقت، هذا إذا أكو وراء هذا الفرح هم وغم هذا الفرح ما بيلذ، كما يقال يا فرحة ما تمت. لا خير في خير، دققوا كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول لا خير في خير عقيبه النار. واحد يحصل كل خيرات الدنيا، ولكن وراء هذا الخير، وراء هذا المال، وراء هذا الجاه، قرار يدخلوا نار جهنم، هذا مو خير. ولا شر في شر عقيبه الجنة. إذا الإنسان في هذه الدنيا يشوف مشاكل، يقولوا له هاي المشاكل أكو أمامك، حالة من الحياة المستقرة إلى الأبد، ياهل تنتخب، لا انتخب الفرحة الأبدية. لا هم في هم، لا غم في غم. إذا قرار في هذه الدنيا واحد يشوف بعض الهموم، ولكن النتيجة جنة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حتى حمى ليلة، إذا واحد ليلة صار بحمى، احنا بالعراق نقول تسخن، واحد ليلة من الليالي شوي ارتفاع درجة صعدت، الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوب سنتين. يعني حمى ليلة كفارة لذنوب سنتين. صحيح أن الإنسان يتأثر ليلة ما عنده نوم من حرارة الجسم، ولكن الأجر اللي أمامه إذا الحمى أمامه نعم ثواب سنتين، فكيف بباقي الأمراض؟ هذا لكل إنسان مؤمن، كل إنسان إذا شاف أي مرض الله سبحانه وتعالى يعوضه، يعوضه بدرجات عالية جدا. الذي نعوذ بالله إذا واحد صار معوق، الله سبحانه وتعالى يعوضه. كل الناس عندهم عين، هذا ما عنده عين أفرض، كل الناس عندهم إيد سالمة، هذا ما عنده إيد سالمة، وهكذا. هذا الله سبحانه وتعالى يعوضه، ويعوضه بدرجات عالية وعالية وعالية. يتمنى يوم القيامة، الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، لو كان في الدنيا يقرض بالمقاريض وينشر بالمناشير ويصبر، يقول يا ريت بالدنيا مو بس كان يأخذون عيوني وإيدي ورجلي، يا ريت بالمقص كان يقطعون لحمي في سبيل الله وأصبر. هاي الدرجات العظيمة بالآخرة، الدرجات الدائمة. زين، أنا في المقدمة الثانية، الفرحة تارة تكون مؤقتة، هاي الفرحة ما بيها لذة. واحد دخل يم الطبيب، الطبيب قال له هي شي معاينة عادية، قال له ما بيك شي، اطلع برا. يفرح أنه أنا ما بيها شي، ولكن في الواقع يحمل جراثيم، يحمل الميكروب. لما يروح يم طبيب ثاني، يودي إلى التحليل، يودي إلى التحقيق، يقول عمي أنت تحتاج لعملية جراحية. ولا العمل، وإن كانت العملية صعبة، العملية صعبة، ولكن بعد العملية راح تعيش 100 سنة سالم. العقل ياهل ينتخب، ينتخب الطبيب الأول أو الطبيب الثاني؟ ينتخب الطبيب الثاني، وإن كان الطبيب الأول فرح لمدة ساعة أو ساعتين أو أكثر، ولكن الطبيب الثاني ده يعمل وياه عمل أساسي. هاي الفرحة.
الله سبحانه وتعالى باختصار في هذه الآية المباركة سورة يونس آية 58 يقول: يا رسول الله قل لهم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح أن المؤمن يتمكن يتعرض لفضل الله ويتعرض لرحمة الله يشمله الفضل الإلهي والرحمة الإلهية، هذا الفرح. فبذلك فليفرح، هنا القرآن يقول فليفرحوا، هاي الفرحة المؤبدة التي تؤمن لكم سعادة الدنيا والآخرة. طيب هذا برنامج هواي لطيف. إذن الإسلام دين الفرح؟ نعم الإسلام دين الفرح. أي فرح؟ الإسلام يقول أنا ما أريدك فقط في الدنيا تفرح، إذا كانت الدنيا تنتهي بموت الإنسان كان كل شيء خلاص. ولو أن كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ولو أن إذا متنا انتهى الأمر خلاص بعد ماكو شيء عدمنا لكان الموت راحة كل شيء. واحد يقول أموت أرتاح، بس مو ترتاح، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. الإنسان بعد الموت يسأل، ونظام الله سبحانه وتعالى نظام المثاقيل. شوفوا إخواني بالدنيا أكو أشياء نظامها نظام الأطنان، يقول لك كم طن حديد تحتاج، بكم طن حديد إذا 20 كيلو 30 كيلو الكثر هواي ما يهتمون الناس، لأن هذا المبلغ مبلغ ضخم من الوزن. أكو أشياء وزنه يكون بالكيلوات، إذا واحد قال له جيب 5 كيلوات تفاح جاب 4 كيلوات يقول له أنت منقص كيلو، وين الكيلو؟ هنا أنا كيلو تفاح يحسبوه. أكو أشياء تحسب بالإغرامات، الذهب يحسبوه بالإغرام، إذا قالوا لك هذا القيراط هذا الذهب مثلا القطعة الذهبية هذا وزنه 5 غرامات طلع 4 غرامات، هذا غش حرام، الإغرام يحسبوه. أكو أشياء يحسبوه بالقيراط أقل من الذهب، الجوهر الزمرد الياقوت الأصلي الألماس هذا بالقيراط. الله سبحانه وتعالى يقول أنا أحسب أكثر من هذا، أنا أحسب بمثقال الذرة. شايفين بعض الأوقات في وسط النهار في مكان تقريبا أكو خيمة، أكو كوة من الخيمة، أشعة الشمس لما تنزل تشوفون في أشعة الشمس أكو عمود أشياء تلعب بالفضاء، هاي يقولون ذرة ذرات. الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. في نظام الله سبحانه وتعالى الحساب دقيق جدا. زين هنا الإنسان المؤمن بإيش يفرح؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الإسلام دين الفرح، بس يريد للمسلم للمؤمن الفرحة الدائمة إلى أبد الأبد، هذا الفرح، هذا الفرح. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المطففين يقول فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. آخر آية يقول هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هذول بالدنيا إيش كان عندهم الكفار؟ هذول كانوا يستهزئون بالمؤمنين، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، يستهزئون بالمؤمنين. ولكن هذاك اليوم هاي بالدنيا مؤقتة، بالآخرة شلون؟ وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم هذاك اليوم الذين آمنوا أنتم المؤمنين على الكفار يضحكون، من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. بعدين الله سبحانه وتعالى يقول هسه منو اللي ربح؟ هل ثوب الكفار؟ هذول اللي بالدنيا كان يستهزئون بالمؤمنين، هذول اللي بالدنيا كان يحقرون المؤمنين، الآن منو اللي حصل؟ المؤمن حصل. والعاقبة للمتقين، مكان آخر يقول والعاقبة لأهل التقوى. العاقبة مهمة، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. هذا دعاء من الإمام الصادق عليه السلام، الإمام يقول في صلاتكم خصوصا وقت القنوت لما ترفع يدك، هذا دعاء مختصر ولكن معناه عظيم، قول اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل عواقب أمورنا خيرا. هذا مهم أن الإنسان يفرح
ليسوا لكم مغالطة. الإسلام قايل اضحكوا ابكوا، نعم، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا في الدنيا. ليش نبكي في الدنيا؟ لأنه أنا أقول على نفسي أنا غرقان بالمعاصي، غرقان بالذنوب، أبكي على معاصي، أبكي على ذنوبي. هنيئا للذي خرج من هذه الدنيا عاقبة خير، عاقبة أمره إلى خير، يفرح. من علامات المؤمن أنه يبتسم عند الموت، يطلع. فاجهد بنفسك، كلام أمير المؤمنين بارحمة الله قرأت لكم، فاجهد بنفسك كي تكون إذا بكوا في يوم فقدك ضاحكا مسرورة. يطلع من الدنيا ويضحك، ولما انطلع من الدنيا يشوف الدنيا كانت كلها ذرة ذرة صغيرة. هاي الدنيا اللي كنا نتعارك عليها، هاي الدنيا. هناك يتألق المؤمن. طيب، مع هاتين المقدمتين الآن نجي على هذا، كلمة الفضل وكلمة الرحمة شنو معنى؟ أكو آراء عند المفسرين، آراء قرآنية. الرأي الأول يقول الفضل هو النعم الظاهرة، الرحمة هي النعم الباطنة. يعني شنو؟ يعني احنا عندنا نعم ظاهرة، المال، الجاه، الأعضاء، الجوارح، اللسان الطيب، العين السالمة، الإيد السالمة، البيت، السيارة، هاي اللي تشوف، هاي نعم ظاهرة. وهناك نعم باطنة، والنعم الظاهرة توصل المؤمن إلى نعم باطنة. الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه صاحب هذا اليوم، الإمام عليه السلام يقول الفرصة سريعة الفوات بطيئة العود. شوفوا إخوانا، تجيكم فرص، هاي الفرص تغمض عينك انتهى الوقت. مثل واحد طالب في قاعة الامتحان يقولوا له ساعة عندك وقت، بعد ما نجاوب السؤال الأول يجي المراقب يجر من عند الورقة يقول له انطيني مجال، يقول خلاص الوقت انتهى، خلاص انت كان عندك وقت معين للإجابة على الأسئلة، ليش سريع ما ليش ما حضر من قبل؟ يجي يوم من الأيام الملك الإلهي يجي يقول لك يا ابن آدم انتهى وقتك، كل ما تتوسل خلص. لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، ثانية ما ينطوك مجال، ورقة امتحانية يجروها من إيدك بالقوة. شايفين أيام الطفولة، أيام المدارس، كان بالقوة يجر المراقب يجر الورقة، حتى بعض الطلاب كان يبكي بعد ما مكمل، خلص وقتك. هاي نفس الحالة يجري الإنسان عند الموت، خلص وقتك. النعم الظاهرية تصير سبب للنعم الباطنية. الإمام المجتمع عليه السلام يقول اغتنموا هاي الفرص سريعة الفوات. يعني هالليلة أكف النعمة، الحمد لله رب العالمين. حقيقة احنا كل ما نشكر ربنا على هاي النعمة العظيمة، نعمة رسول الله والأئمة الطاهرين عليهم السلام الذين بيّنوا لنا الحقائق، كل ما نشكر ربنا بعدنا عاجزين عن الشكر. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عن رسول الله ينقل هذه الليلة، ليلة 16 من رمضان، عمل يقول هذا العمل إذا تعمله عجيب وغريب آثار بي. يا ناس، كلام إمام معصوم. هذا العمل أولا تخرج من قبرك وأنت ريان، ريان هذا الذي مرتوي من المي، اللي واحد شارب له مي بارد ومرتوي من المي، لو تخليه بالشمس يدخل الشمس ويطلع ما يأثر عليه الشمس أصلا، ما يحس بالحرارة، مرتوي، ريان، ريان جسمي. هذاك اليوم الذي طول 50,000 سنة، هذا اللي يعمل عمل هذه الليلة يطلع من قبره ريان مرتوي. زين، بعد كلام أمير المؤمنين يقول ويكرر كلمة لا إله إلا الله، يعني يشهد لأهل المحشر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هو في هاي الحالة يجون الملائكة فيؤمر به، يعني الله يأمر الملائكة به فيؤمر به أن يدخل الجنة بغير حساب. عظيم، لا حساب، لا كتاب، لا موازين، لا كل مشكلة ما عنده يشيلوه من قبر يخلوه بالجنة. منو هذا اللي هالليل يعمل هذا العمل؟ هذا العمل إيش قيل ياخذ وقت خويه؟ 40 دقيقة،
40 دقيقة جرب وشوف، خلي ساعة قدامك. عمل هالليلة عمل سهل، 12 ركعة صلاة، كل ركعتين بالتشهد والسلام، كل ركعة بعد الحمد تقرأ سورة التكاثر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. إذا واحد ما حافظها يقدر يقرأها من القرآن، يقدر يكتبها على ورقة يأخذها بيده يقرأها. سورة التكاثر خلي ساعة قدامك شوف، تأخذ ربع دقيقة وقت، يعني 12 مرة تكررها في 3 دقائق. دقيقة من سورة الحمد والركوع والسجود، كل ركعة تأخذ 4 دقائق وقت. مجموع هاي الصلاة بين 48 إلى 50 دقيقة تأخذ وقت بس. ولكن هذا الثواب العظيم، الإمام حجة الله وعده حق، وعده وعد الله، يقول من صلى هذه الصلاة خرج يوم القيامة من قبره ريان، وينادي بشهادة أن لا إله إلا الله حتى يؤمر به إلى الجنة. عظيم هذا الكلام، فيدخل الجنة بغير حساب. هاي يقول النعم الباطنية، النعم الظاهرية شنو؟ هسه الله منطيك الصحة والعافية، الله منطيك لسان سالم، ترى أكو ناس يتمنون عندهم لسان يصلون هاي الصلاة، يتمنون سالمين يقومون مثلكم أنتم الشباب يصلون، ما يقدر، ما يقدر، يقدر يصليها من جلوس ما يخالف، ولكن لا تفوتكم الفرصة. الإمام المجتمع يقول الفرصة تمر سريعة الزوال، سريعة متروح. اللي صلى صلاة البارحة بالليل خلص الآن ما يحس التعب، واللي ما صلاها ما يحس براحة، فرصة راحت، اغتنموا هاي الفرص اللي باقية الآن. بطيئة العود، اصبر من أنا إلى السنة الجاية ليلة 16 رمضان تصليها هي صلاة، بعد ما عدنا طول السنة بس هالليلة، هاي فرصة لضيوف الرحمن، هنيئا لكم، صلوها عزيزي لا يفوتكم. مؤمنين مؤمنات، الشيطان ما يخلي النفس الأمارة بالسوء، ما تخلي، لا اقطع ساعة من وقتك اقعد وخذ لك الفرصة صلي، بدل ما تقعد. بعض الناس طبعا بعيد عنكم، بعض الناس يقعدون وراء التلفزيون وقتهم يضيعوه، أو سوالف أو مجالس القعدة. أنا أقول الإنسان يحاول أن يختلي بينه وبين ربه يصلي هاي الصلاة. طيب، أيضا الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، روح له الفداء، الإمام عليه السلام يعلمنا أعمال، خلنا نتعلم من الإمام في هذه الليالي في هذه الأيام بأعمال صغيرة. هاي النعم الظاهرة نقدر نوصل إلى النعم الباطنة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. الإمام عليه السلام ينصح: قدم لنفسك ما استطعت من التقى. هاي أبيات منسوبة إلى الإمام المجتبى روحي له الفداء. نصائح لكم يا شباب، شنو قيمة الذهب حقيقة؟ قدم لنفسك ما استطعت من التقى، إن المنية نازل بك يا فتاة، كل لحظة ممكن يجيك الموت ياخذ الفرصة من عندك بعد ما تعود. يلا هسه حي، هسه سالم، اشكر ربك وقوم اعمل عمل هذه الليلة. قدم لنفسك ما استطعت، هاي ما استطاع بها لفتة حلوة، لفتة حلوة. سأرجع للشعر، الله سبحانه وتعالى يقول أقيموا الصلاة، ايش قلت؟ كل يوم 5 مرات صلي، 17 دقيقة تأخذ منك وقت بس، باقي الوقت ماكو عليك صلاة واجبة. الله يقول الصوم واجب عليكم، مش قال بس شهر 30 يوم، أيام المعدودات. الله سبحانه وتعالى يقول الحج واجب عليكم، مش قال بالعمر مرة، إذا هم قدرت، ما قدرت من تروح. بس أكو شيء الله يقول، ما يقول مرة ومرتين، يقول فاتقوا الله مست تطعتم. كل ما تقدر أكثر أحسن، كل ما تقدر أكثر أحسن.
هذا المعنى اللي الإمام المجتبى عليه السلام يشير إليه. الآن دقق: قدم لنفسك ما استطعت من التقى إن المنية نازل بك يا فتى، أصبحت ذا فرح كأنك لا ترى، أحباب قلبك في المقابر والبلا. هاي فرحة؟ لا، هاي ما بيها فرحة. أصبحت ذا فرح كأنك لا ترى أحباب قلبك، والدك راح، أخوك راح، والدتك راحت، صديقك راح، جارك راح، هالشباب الطيبين، هالأشاوس، هالأبطال، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردهم إلى أوطانهم سالمين غالمين ظافرين إن شاء الله بحق الإمام المجتبى كريم أهل البيت، والذي راحوا شهداء في سبيل الله بعد ما نشوفهم صار فراق بينه وبينهم. ما تشوف راحوا؟ تتصور أنت باقي في هذه الدنيا؟ الإمام المجتبى ينصحكم، يقول استفيدوا من هذا الوقت، استفيدوا من هذا العمر العزيز علينا. زين، النعم الظاهرية توصل الإنسان إلى النعم الباطنية. النعم الظاهرية نقول شنو؟ المفسرون يقولون الفضل فضل من الله، هذا الفضل يحتاج إلى إبقاء. الله سبحانه وتعالى أنطاكم الإيمان، هذا فضل. الله أنطاك قلب متدين، قلب خاشع، هذا فضل. الإبقاء شنو؟ هاي العلوة المبقية، لازم تحاول لا يفر من إيدك. هذول اللي حافظين، إخواني اللي حافظين القرآن جزاهم الله خير، يقولون إذا نترك في المدة ما نقرأ القرآن ننسى، لازم أداوم كل أسبوع أقرأ لجزء أكثر أقل، أكرر حتى يبقى في صدري هاي النعمة، أداوم عليها. ولا كثير من الناس حفظوا القرآن نسوا. واحدة من أسباب أن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا الصلاة كل يوم حتى لا ننسى الله، كل يوم صلوا، وكل يوم بصلاتك واجب شرع تذكر آل بيت رسول الله حتى لا تنساهم. إذا واحد قال اللهم صل على محمد بإجماع المسلمين صلاته باطلة، بإجماع المسلمين. كفاكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا لازم تقول محمد وآل محمد غصبا على خشم ما يرضي، كلهم لازم يقولون وآل محمد. هاي القضية حتى يبقى للإنسان هذا التداوم، هاي النعمة نعرف قدرها. زين، الفضل الإلهي نازل علينا، نعمة الصحة، العافية، الإيمان، الإسلام، السمعة الطيبة، حافظ عليه. هذا الحفظ عليه يقولون الرحمة. الرحمة تخص المؤمنين، الفضل يخص كل الناس، هي الرحمة العامة، الرحمة الرحمانية. الفضل يخص الرحمة تخص المؤمنين، الذي المؤمن يجي من الظاهر. شوف عزيزي، الإنسان لما وصل إلى هاي المرحلة يفني أو يضحي بالنعم الظاهرية للنعم الباطنية. الأموال بعض الأوقات تصير سبب الرحمة الإلهية. رجل من الزهاد كان هنا بالبصرة، قديما كان بالبصرة عندهم مقابر، يعني عندهم وادي هم يدفنون أمواتهم في وادي البصرة، ما كان يبعدوهم يودوهم إلى النجم، ما كانت الوسائل يعني صعب كان، فأكثر الناس كان يدفنون هالشكل اللي كاتبين بالتاريخ الجامع البصرة، جامع البصرة، وأنا ما أدري مسجد الجامع الكبير في البصرة، هناك كان أكو مقبرة. شخص من زهاد البصرة هذا يقول أنا كنت أجي ليالي الجمعة
مستحب زيارة الأموات، مستحب مؤكد. عصر الخميس واحد يروح لزيارة الأموات، يقرأ لهم الفاتحة، يأخذ العبرة، يشوف هذا اليوم من الأيام كانوا شخصيات، كانوا مثلك شخصيات، ملوك، علماء، أطباء، الآن نائمين كلهم تحت التراب. خلص رأيت عجائبا عند القبور، فقير قد ثوى جنب الأمير. الفقير والأمير والملك والعالم والجاهل كلهم فهم في منازل البلوى هموت، وفي عساكر الموتى خمود. تشوفهم عساكر كلهم نائمين على جانب القبلة منتظرين، ينتظرون صيحة القيامة وحلول يوم الطامة. اللهم ارحمنا برحمتك وارحم الماضين منا يا الله، واحفظ الباقين بحق محمد وآل محمد. هذا الرجل نسيت اسمه الآن، يدخلني الذاكرة، من زخاد البصر المعروفين، يقول أنا دخلت المقبرة ليالي الخميس وبعد ما أجي أقرأ الفاتحة يصير المغرب، أدخل بالمسجد الجامع هناك أصلي وحتى أخذ عبرة، أخذ درس، ما بيخوف، مستحب زيارة القبور. يقول ليلة الجمعة جيت أخذتني غفوة، شفت ذول أهل المقابر كل واحد طالع من قبره لابسين حلة الحلوة، أمامهم أكو موائد، بعضهم موائد كثيرة عندهم، بعضهم موائد قليلة عندهم، بعضهم ما عنده إلا شوية قطعة خبز. أمر عليهم دا أشوف العجائب حقيقة. أسكان بطن الأرض هلا ذكرتموا عهودا لنا منكم وأنتم على الظهر. هاي بطن الأرض الله يعلم شنو بيها، احنا نمشي على الظهر. يقول اجيت شفت فد ولد، هذا هو والكفن ماله قاعد هيج ما عنده، يرتجف، حتى قطعة خبز ما عنده. اجيت يمه سلمت عليه، قلت ليش معنى اهل المقبرة عدهم انت ما عندك؟ قال ذولا الاحياء يدزولهم، الاحياء يدزولهم في شهر رمضان، حاولوا سورة حم، سورة فاتحة، سورة ياسين، تبعث للأسرى تحت التراب، خصوصا أقربائك، خصوصا ذوي الحقوق، الوالد، الوالدة، الإخوان، الأخوات، أولادك، بناتك، ما أدري. قال هذول عندهم، هذاك اللي تشوفه هواي عنده نعم، كل واحد من قرايبه قاري له فاتحة، فتفاتحة تصير هاي الهل هل متنوعات في عالم البرزخ. واحد أقل واحد أقل واحد، أنا ما عندي أحد، أنا متت وأني يتيم، ما عندي إلا أم عجوز، هاي أمي ناسيتني. يقول أثرت، قلت له وين عنوان أمك؟ انطاني عنوان، قال بالبصرة فلان منطقة فلان محلة. اجيت سألت المهم حصلت الأمي، قلت له ماما أنت عندك؟ قالت إيه الله يرحمه ابني شاب راح من إيدي. قلت له زين تذكري تسوي له شيء عمل خير؟ قالت شلون؟ قلت له الحلم. قالت عجيب، اصبر. راحت جابت كيس في مبلغ من المال، مبلغ الصور 400 درهم، المهم مبلغ من المال. قالت هذا الكيس اخذه، هذا كان رجل زاهد معروف، قالت اخذ هذا الكيس وانفق في سبيل الله. الشخص اسمه إذا يجيني، نعم كاتب اسمه مهم، من زهاد البصرة معروفين السمد مد هذا العجل مد يجيني. المهم قال أعطي في سبيل الله، بسيطة. أخذت الفلوس من عندها، طوال أسبوع رحت على فلوس الأيتام الفقراء، ما عمل الخير كثير وزعت. قال ليت الجمعة الوراها هم رحت إلى مسجد الجامع بالبصرة، هناك أيضا نمت، أجاني الولد، شفت المنظر مرة ثانية. قال رحم الله والديك، أنت صرت السبب. شو وش قال عندي خير؟ هاي الأموال النعم الظاهرية التي بعثتها أمي صارت سببها النعمة الباطنية اللي الله سبحانه وتعالى أعطاني هالخير والبركة. يأثر الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول التواضع مع الرفعة. هو التواضع كل جديد، الإنسان يكون متواضع. تارة واحد فقير مثلي
هذا لو يتواضع ما له هواية قيمة اجتماعية. أما أكو واحد شخصية بارزة عرفت، هذا لو يوقف في سلح أحوال الناس يتواضع لهم، يصغر نفسه قدامهم، هذا الله يحبه، الله يرفعه. التواضع مع الرفعة كالعفو مع القدرة. شلون كلام حلو من أمير المؤمنين عليه السلام. هنا بالعراق كان عندنا حاكم متواضع، 1400 سنة التاريخ يسلم عليه، ورسول الله يقول اللي يزورك كأنما زارني، مع ما الرجال مو عربي ولا سيد ولا من بني هاشم ولا ابن إمام، رجال عجمي إيراني اسمه سلمان. النبي قال لا تقولوا سلمان العجمي، لا تقولوا سلمان الفارسي، قولوا سلمان المحمدي، منا أهل البيت. هل شنو من مقام؟ هذا الرجل متواضع، متواضع. عينوه والي على المدائن، المدائن قريبة من بغداد، هذاك يوم كانت مدينة ضخمة، المدائن كانت عاصمة الفرس، عاصمة الإمبراطورية الفارسية المدائن، إلى الآن قصر أيوان كسرى موجود، روحوا شوفوا من العجائب السبع بالعالم. سلمان سلام الله عليه جاي إلى المدائن، هذا الصحابي الجليل عمره هذاك اليوم فوق 250 سنة، تسمع ليش أقول له؟ لا، سيارة المحافظ، كم سيارة كان عندنا من إجل؟ كم محافظ كان عند المحافظ؟ هذا محافظ عاصمة العراق، أكبر مدينة آنذاك بعد الكوفة كانت المدائن. راكب له على بغلة، أهل المدائن سامعين الما يزور السلمان عمره خسارة، سامعين سلمان دا يجيهم أفضل صحابي لرسول الله، جايين واقفين مستقبلين، شافوا فت الرجال جاي على بغل راكب، رجال متواضع، سلموا عليه عليكم السلام. قال له عمي ما شفت سيارة المحافظ الأمير علينا؟ قال منو أميركم؟ قالوا سلمان المحمدي. قال أما سلمان فأنا، وأنا لست بأمير، أنا واحد من عندكم. أمير منو؟ الله أكبر. ومحضري له كم مركب هذاك اليوم، هذاك اليوم الفرس اللي كان يخلون عليه، نعم السرج الذهبي هذا كان مثل سيارة المارسيدس هذا اليوم. حضري له، قال لا 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 أنا أركب على بغلي هذا أحسن، أبقى متواضع وياكم. هاي التشريفات شيلوها. دخل المدائن، جابوه إلى القصر، قصر الإمارة. قال هذا شنو؟ قال أنا مو أمين قصر الإمارة، خلوني الأمراء. زين عمي أنت جاي تحكم بينا؟ قال أنا أجر دكان بالسوق، قعد بالدكان كل ملكيته شنو كان؟ هذا كاتبين في تاريخه، كان عنده إبريق مطهرة، وعنده عصاية، وعنده قطعة فرش جوا، هذا هو كل ملكية سيارة المحافظ، سيارة المحافظ سلمان سلام الله على سلمان. يحل مشاكل الناس، قال ياخذني التكبر، أركب على شيء أكبر من البغل، هاي عقلية. الله يرحم أحد كبار مراجع الدين الشيعة، لا صار قريب 20 سنة متوفي، المرحوم آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعش النجفي رحمة الله عليه، ممكن بعضكم شايف هذا العالم، عالم كان فقيه مرجع تقليد في قوم. هذا الرجل من يوم اللي دخل هو نجفي، دارس بالنجف، ابن النجف، مولود بالنجف الأشرف، يوم اللي دخل قوم ما كان عنده فلوس، أجر سيارة، سيارة أجرة تودي تجيبه أشياء، كان سائق، عنده سائق سيارة أجرة، إلى أن صار من أعظم علماء وفقهاء الشيعة. إجوا تجار سيدنا هاي السيارة ما تناسب، قال ليش ما تناسب لي؟ نفس السيارة، إلى أن مات كان يركب نفس السيارة اللي جدا كانت متواضعة. هذا عالم يعلمون التواضع، عد هذا التواضع يبقى رفعة الإنسان. شوف عزيزي الإنسان، الله انطاك النعمة، سواك عالم، سواك مرجع تقليد، تتواضع الله يحفظ لك. يا أنا بعد 20 سنة من وفاته هنا أنا دي أمجد بي، رح لله أمجد بي، ما عندي مصلحة مادية لله. التواضع يرفعك، خدمة الوالدين يبقى لك الصحة والعافية، صلة الرحم تبقى لك الصحة والعافية. الله تفضل عليكم، هاي نعم ظاهرة، النعم الباطنة الصحة العافية، حفظ ماء الوجه،
الله ينطيك أولاد سالمين. ترى أكو بعض الناس كسروا خاطر الله انطاه ولد معوق إلى آخر عمره مبتلي وياه. أكو بعض الناس سرق من باب من بيت مال المسلمين، الله انطاه في مشكلة مرض، كل ما عنده فلوس راح هناك يصرفها. الله ما يضرب بعصا، يعرف. اتكئوا على الله، توكلوا على الله، خير الدنيا والآخرة في باب الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام بالتواضع تبقى الخيرات. الأمور المالية المادية الإنسان يخليها فداء للأمور المعنوية حتى تبقى المعنويات. ببغداد رجل مليونير بوقته، عنده قصر، عنده خدم، حشم، راقصات، طرب، ونسى إلى آخره. الإمام موسى بن جعفر روحي له الفداء أجمر من يوم باب بيته، شاب من هذا البيت يجي صوت الغناء. هذا بيت بني أمية وبني العباس، بيت آل بيت رسول الله، شنو يجي من عنده؟ تجرت تلاوة في أبياتكم سحرا. الكان يعبر من بيت الإمام المجتبى روح له الفداء يسمع صوت القرآن بشكل الإمام المجتبى كان يقرأ القرآن جميل. الرواية تقول السقة كان يجي السقاي شايل وياه قربة مي، القربة مليانة بالمي، ينقط من عندها نقطة نقطة، كان يوقف السقاي يلتذ من صوت الإمام، آخر قطرة من مي القربة مالته تنتهي وهو بعد واقف بادق لصوت الإمام. الله أكبر. نفس الشيء كانت يحول الإمام موسى بن جعفر، تجرى التلاوة في أبياتهم سحرا وصوب شنو، وفي بيوتكم الأوتار والنغم. انتوا شوفوا إخواني، فصلوا نفسكم، انت من أي فصيلة؟ إن من فصيلة آل بيت رسول الله. لما الناس يمرون من بيتك يسمعون صوت القرآن. ليلة عاشوراء كان يمر الراوي يقول من مريت من خيام الحسين سمعت صوت القرآن، ومررت من خيام عمر بن سعد سمعت صوت الغناء. هذا بيت، هذا بيت. الإمام الكاظم عليه السلام يمر من أزقة بغداد وصل إلى قصر ضخم عظيم، يجي منه صوت الغناء. بهالأثناء طلعت مرة جارية مملوكة شايل وياها شوية نفايات تجيبهم برا تخلي وتطلع ترجع للبيت. الإمام الكاظم عليه السلام شافها قال لها هذا بيت من؟ البنية الجارية قالت هذا بيت سيدي بشر. الإمام قال صاحب هذا البيت عبد أم مولى؟ قالت لا، صاحب هذا البيت مو عبد، هذا مولى. قال صحيح صحيح، لو كان عبدا لخاف مولاه، هذا مو عبد. بس شوية تأخرت الجارية رجعت للبيت، بشر قايل لها روحي خلي الزبالة وطلعي رجعي. ليش تأخرت؟ سألها قالت إجاني رجل عليه سيماء الصالحين، شفت جسمه ذايب من العبادة، آثار السجود بوجهه، لحية طاهرة جميلة، وجه منور. قال زين شنو قال لك؟ قالت سألني قال صاحب هذا البيت قلت سيدي بيش، قالت عبد أو مولى؟ قلت لا مولى. ذاك الشخص قال صاحب هذا البيت صحيح، لو كان عبدا لخاف مولاه. بشر دق على رأسه، هذا منو؟ هذا ليكون الإمام موسى بن جعفر، انفضحنا. قام حافي القدمين ركض وصل للإمام الكاظم سلام الله عليه، يغضي حياء ويغضى من مهابته. وصيت سيدي ابن رسول الله أنا عبيد، سيدي أنا الغلطان، أنت المولى، أنت سيدي ومولاي. تاب على يدي الإمام وسلم جعفر. الشاهد مال هاي الكلمة، أعطى ما عنده في سبيل هاي كلها نعم ظاهرة، الأملاك، القصور، الملابس، شنو عنده أعطاه في سبيل الله؟ حتى تكرم حذاء ما أعطاه في سبيل الله. قال الله هداني وأنا حافي. فكان يمشي بشوارع بغداد حافي، ترى هي صعبة لإنسان محترم الآن جنابك تمشي هنا بالشوارع من باكر تمشي حافي صعب. وعرف ببشر الحافي، إلى الآن قبر موجود، الناس يروحون يأخذون من الحوائج. هذول ضحوا بما عندهم لإبقاء هذيك الفرحة،
قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا. هنا يجون الإمام الباقر عليه السلام عنده كلمة أجمل من كذا اللي أنا قلت لحد الآن. الإمام يقول فضل الله هو رسول الله المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ورحمة الله هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. الذي عنده إيمان برسول الله وإيمان بولاية أمير المؤمنين، العلة الموجدة رسول الله أتاكم بالإسلام، والعلة المبقية الذي أبقى الإسلام هو أمير المؤمنين سلام الله عليه وأبناء أمير المؤمنين إلى يومنا هذا وإلى يوم يبعثون. هذا الخط المستقيم، الصراط المستقيم، هذا اليوم واحد من أبناء أمير المؤمنين عليه السلام هو إمامنا وسيدنا المنتظر أرواحنا له الفداء، هو الذي حافظ الإسلام، هو الذي عين عليكم فردا فردا. إذن الإسلام جاء برسول الله ولكن استدام بواسطة علي بن أبي طالب وأبنائه المعصومين. إذن الرحمة الواسعة علي، الرحمة الواسعة الإمام الحسن، الرحمة الواسعة الحسين، ولنا الشرف يا رحمة الله الواسعة يا باب نجاة الأمة. عندك إسلام نعم، عندك إيمان بالحسين نعم، هنا افرح أنت الفرحان، الفرحة أنت لكم يا مؤمنين، بالدنيا معكم معكم لا مع غيركم، وبالآخرة مع آل بيت رسول الله عليه وسلم. أكرر خصوصا أعزائي اللي يصلون صلاة هذه الليلة يدخلون الجنة بغير حساب، وعد من أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولا أشك أنا بهاي الوعود، شك ما عندي أبدا أبدا. رأسا قبرك روضة من رياض الجنة، الطريق أمامكم معبد مسير لطيف مبلط يأخذوك رأسا إلى الجنة. صلوا صلاة هذه الليلة، ساعة يأخذ خلي يأخذ خلي يأخذ 100 ساعة، عم المال يسوى، خلي يأخذ كل عمري يسوى، هاي بيها الفرح. حديث طويل هنا أنا لا شو أسوي، الوقت ينتهي وأنا أريد ليالي يعني يوم ميلاد الإمام الحسن عليه السلام ليلة 16 أيضا نقضيها بأفراح على البيت رسول الله عليه السلام. اليوم أمير المؤمنين سلام الله عليه فرحان، السيدة الزهراء سلام الله عليها فرحة، أول مولود، أول معصوم في تاريخ البشر بين معصومين هو الإمام الحسن المجتبى، وكفاه فخرا وشرفا. ما عندنا واحد مثل الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، أن هم أبوه معصوم هم أم معصومة، أبوه حجة الله أمه حجة الله. عظيم هذا المقام، سبط رسول الله الأعظم، سبط رسول سيد شباب أهل الجنة. اليوم الأفراح تكاثرت في بيت أمير المؤمنين، الله سبحانه وتعالى يهنئ رسول الله، جبرهيل يهنئ رسول الله بالإمام الحسن المجتبى عليه السلام. ماذا سميته؟ قال لم أكن لأسبق ربي. جبرائيل قال لرسول الله، قال إن الله يبلغك السلام ويقول إني جعلت عليا منك بمنزلة هارون من موسى، وكان لهارون ولدان شبر وشبير، فسمي ولدك باسم ولد هارون وصي رسول وصي موسى عليه السلام. قال شبر كلمة عبرية، أنا عربي. قال سمه الحسن، الحسن جامع الحسن، كل ما أكو حسن الله سبحانه وتعالى جعله في هذا الوليد الطاهر في هذا اليوم. الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه حقيقة تلألأ، تاريخ مشرق. ونختم كلامنا ونختم حديثنا هذه الليلة كما في السنوات الماضية إن شاء الله، كاتب لكم بعض الأبيات أشعار في الواقع وصلوات، هو الصلوات بالثواب. الإمام الصادق عليه السلام يقول لما عندكم حاجة ارفعوا أيديكم إلى السماء، أول صلوات صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد ذلك اطلبوا حوائجكم من الله، وعد من الإمام الصادق سلام الله عليه. أنا ما عندي أكثر من هذا، أنا ما أخذ من كلامهم، أنت وقاعد خلي إيدك الشكل في حال صلوات حافظيها همات ونكررها كل سنة، وصلوات حلوة إن شاء الله بس الأشعار جديدة. صلي يا ربنا، صلي يا ربنا على محمد وآل أحمد،
اللهم صل على محمد. صل يا ربنا صل يا ربنا على محمد وآل أحمد. بعد صلوات صل يا ربنا حقيقة هاي اللحظة تزيد أفراحنا وفد من العتبة الحسينية المقدسة. أحبابي وأعزائي خدام الحسين يشرفونا هاي اللحظة إخواني، هاي لحظات نورانية روحانية في الواقع. الله يشهد ما كان قايل لي ولا أتوقع هي هاي اللحظة يجي يدخلونها الأنوار الطيبة وجايين لكم حاملين سلام الحسين لكم، وإن شاء الله يحملون سلام للإمام الحسين. هنيئا لخدام الحسين، حياكم الله إن شاء الله، حياكم الله، الله يحفظكم فردا فردا. فأنا أريد الآن ترفعون صوتكم ببركة هالإخوان إن شاء الله، دعاء مستجاب وببركاتكم، إيدك نحو السماء. صل يا ربنا صل يا ربنا على محمد وآل أحمد. حي النبي المرسلام والطاهر الأولى أحلى تحية، وابعث لخير البشر والطاهرين الغرار أسمى غدية، فحبهم منقذ وبغضهم مهلك بالمية مية، ومن يوالي الرسول ثم لآل البتول نجا وأسعد، نجا وأسعد. صلي صلي ما شاء الله، صلوات صلوات، اللهم صل على محمد، ارفع صوتك. صل يا ربنا صل يا ربنا، اللهم صل على محمد. سلم على المرتضى وسيد الأوصياء صنو الرسول، أعني علي العلا ووارث الأنبياء كفو البتول، هو الإمام البطل وله خير العمل شرط القبول، ومن يعاديه فيه ومن يعاديه في النار مخلد سجن مؤبد. صل يا ربنا اللهم صل على محمد وآل محمد. صل يا ربنا قال رسول الله ارفعوا ها حيل ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب بالنفاق. صل يا ربنا ما شاء الله ما شاء الله أفراح. اللهم صل على صل على الجوهرة من كفوها حيدرة خير النساء أم الحسن والحسين والدة الزينبين نور السماء وأصل كل الأصول وفخر طه الرسول والأنبياء، لمن يصلي على فاطمة في الملا فوز مؤبد، فوز مؤبد. صلي صلي يا ربنا
اللهم صل على محمد. بعد صلوات صل يا ربنا على الإمام الحسن والطاهر المؤتمن، صلي وسلم فهو مثال الإباء والسيد المجتبى، أنعم وأكرم كريم آل الرسول قرة عين البتول، سلم وعظيم فالأسى والحزن، فالأسى والحزن ليلة عيد الحسن، عنا تبعد عنا تبعد، صل يا ربنا يا من يحب الحسين، يا من يحب الحسين، وسبط طه الأمين زد في الصلاة، واذكر بني المصطفى أهل الصفا والوفا والمكرمات، حسين نور الهدى والسيد الشهداء شمس الهدى، فاهتف بأسمى شعار بعزة وافتخار، وجدد العهد وجدد العهد، صلي صلي يا ربنا صل على الساجد والباقر الزاهد العالم الأكبر، ثم على الصادق والكاظم الفائق موسى بن جعفر، واهد الرضا والتقي والعسكري والنقي ذكرا معطر، نادي إمام الزمان يا سيدي الأمان، متى ستظهر؟ اسمع اسمع هذا مهم، إن شاء الله قريبا، لأن أكو أخبار طيبة إن شاء الله، شبابكم يرحجون بالسلامة بنصر كامل، نسمع فتحا مبين نصلي مستبشرين على محمد وآل أحمد، يا الله يا الله، صل يا ربنا على محمد وآل أحمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هاي عيدية ميلاد الإمام الحسن، من صلى علي مرة لم تبق من ذنوبه ذرة، ارفعوا أصواتكم، صل يا ربنا هسه، لا تنزل ايدك هاي الايادي نحو السماء، لحظات استجابة الدعاء بعد هاي ذكر الصلاة ان شاء الله، وافراحكم ان شاء الله، فبذلك فليفرحوا فرح ولاية امير المؤمنين عليه السلام. وهاي النعمة قلت لكم هالليلة، يشهد الله بدون ما اتوقع هالوفد الطيب هالسادة الاعزاء خدام الحسين عليه السلام جايين من كربلاء، وشرفونا بهذا المجلس بوجودهم ان شاء الله، دعاء مستجاب، الايدي نحو السماء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه
يا يوم تجيب دعوة للقريب. أما يجيب المضطر إذا دعاه باسمك العظيم الأعظم بكريم أهل البيت نقسم عليك عاش مرات يا الله 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 يا الله. اطلبوا حوائجكم من الله لحظات الرحمة لحظات استجابة الدعاء يا الله. اللهم فرح قلوبنا بولاية أمير المؤمنين في الدنيا والآخرة يا الله. عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصاره وأشياعه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر شبابنا المؤمنين في جبهات القتال على داعش والتكفيريين والنواصب يا الله. اللهم سدد خطاهم وسدد رميتهم يا الله. ردهم إلى أوطانهم سالمين غالبين منتصرين يا الله. اللهم اشفي مرضانا والمجروحين، فك قيد أسرانا والمسجونين، آمنا في أوطاننا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم احشرنا مع أنصار الحسين. تقبل منا هذا القليل بكرمك وابعث ثواب مجلسنا هذا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات سيما من مضى من أهل هذا الجمع. نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.